أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما للناس وإثمهما أكبر من نفعهما كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لعلكم تتفكرون. الآيات لعلكم تتفكرون. الآيات. الآيات لعلكم تتفكرون. الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. 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 الدنيا والآخرة. 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 الدنيا والآخرة. 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 ويسألونك عن اليتامى. 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 قل إصلاح لهم خير. لهم خير. قل إصلاح لهم خير. قل إصلاح لهم خير. وإن تخالطوهم فإخوانكم. فإخوانكم. تخالطوهم فإخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. لأعنتكم. ولو شاء الله لأعنتكم. ولو شاء الله لأعنتكم. ولو شاء الله لأعنتكم. لأعنتكم. إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولو أعجبتكم. مشركة ولو أعجبتكم. ولو أعجبتكم. ولو أعجبتكم. مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. خير من
مشركة ولو أعجبتكم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم مشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم ولو أعجبكم مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم خير من مشرك ولو أعجبكم مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار النير أولئك يدعون إلى النار النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والمغفرة بإذنه بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون للناس لعلهم يتذكرون آياته للناس لعلهم يتذكرون آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فأتوا حرثكم أنا شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم حرثكم أنا شئتم فأتوا حرثكم أنا شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فأتوا حرثكم أني شئتم حرثكم أني شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واعلموا أنكم ملاقوه أنكم ملاقوه واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين المؤمنين
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس النيس لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس 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 والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر نسائهم تربص أربعة أشهر نسائهم تربص أربعة أشهر يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر نسائهم تربص أربعة أشهر نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فاءوا فإن الله غفور رحيم فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر الآخر الآخر
يؤمن بالله واليوم الآخر الآخر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان بإحسان بمعروف أو تسريح بإحسان بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله أن يخافا ألا يقيما حدود الله شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله
يقيما حدود الله، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن
بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا آيات الله هزؤا ولا تتخذوا آيات الله هزؤا هزوا هزأ ولا تتخذوا آيات الله هزؤا هزا هزوا آيات الله هزؤا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن إن الله بكل شيء عليم واعلموا أن الله بكل شيء عليم واعلموا أن الله بكل شيء عليم شيء عليم شيء عليم شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف بينهم بالمعروف النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 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 يؤمن بالله واليوم الآخر 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 منكم يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر أزكي لكم وأطهر وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
وأنتم لا تعلمون.